مجموعة من الشباب السوري والفعاليات والمجتمع الأهلي أطلق حملة لدعم الليرة السورية، أي غرض بليرة. يومياً في مشاركات من عدد من المحال والأهالي لهي الحملة. يعطيكم العافية. هلأ مرقنا من عندك لكاتب دعماً لليرة السورية، أي بيضة بليرة؟ قديش كانت البيضة قبل؟ 73. من إيمت بلشت مع الحملة؟ من مبارح. في ناس اجت كانت عم تشتري من عندك؟ يعني في اقبال، يعني 3 زباين. خلينا نحكي الفكره الاساسيه من مشاركتك بهي الحمله. مشان البلد، مشان احنا كمان الوطن، لانه بالنهايه احنا هذا وطننا كمان. يعطيك العافيه وشكرا كثير لك، لانه يوميا عم نشوف في كثير من الشباب والمحلات عم تحاول تشارك بهي الحمله ضمن امكانياتها الموجوده. هي على قدنا اللي احنا عم نشتغل، انا لي مو الفكره انه ببيضه، الفكره انه الواحد على قده. ما فيك والله انت مثلا كيلو الشرحات اليوم 2700 ليره، ما فيك تقولي والله كيلو الشرحات بليره. على قدنا بنشتغل بيضه بتقدر تشارك فيه بتساهم. تمام، هي الفكره انه بيضه بنقدر نشارك فيها، عم نمشي حالنا. اهلا وسهلا. يعني اي حدا عم يحاول ضمن امكانياته الموجوده يشارك بهي الحمله. خلونا نكمل جوله كاميرا الاخباريه السوريه ببعض من المحال ونشوف الناس كيف مشاركه. مكملين بجوله ضمن المحال كاميرا الاخباريه السوريه، عم نشوف المشاركين بحملة دعم الليرة السورية. معنا ليرة، رح نشوف مع بعض شو فينا نشتري فيها من هيدا المحل مشارك. يعطيك العافية. حضرتك مشارك بالحملة؟ والله عرض. والله عاملين احنا اللمبات الفياش هدول كلها عاملينه بليرة، يعني كل شيء شغلات عنا مساية بليرة الحمد لله. هلا انا معي ليرة، شو فيني اشتري بليرة؟ هاي ليرات معنا. كم ليرة صار؟ هلا صار معنا هلا الحمد لله 5 ليرات. 5 ليرات. هلا اللمبات، اي لمبة فيني اشتريها بليرة؟ 2 لمبات هلا وراك. هي 9 واط. هي هي قد هي بليرة؟ هي قد ايه حقها قبل؟ هي حقها 700 ليرة، هلا عاملينها 700 ليرة. رح نشتريها بليرة. اهلا وسهلا فيك. هي ليرة؟ ان شاء الله الله يعوض عليك، هي استفتاحه منك مبارك. يعطيك العافيه. شيء بدك لينا عن جد والله. يعطيك العافيه. من ايمت بلشت مشاركه بالحمله؟ من اليوم والله، اليوم من الصبح بلشناها وعم تجي الناس، في قبول الحمد لله عنا والله. يعطيك العافيه. خلينا نحكي شو الهدف الاساسي من هي الحمله. والله الدعم، نحن دعم عن الليره الحمد لله، وطريقه كثير حلوه. يعني هلا انا الليره اخذتها مني، حروح اشتري فيها كمان بليره حشيك. يعني صار هيك عندك عمله تبادليه. صورنا بالمحلات في ناس كمان مشاركه بالحمله. هلا عاملين، قريت على الفيس في قاتل بليره وراح اشتري، يعني مثل ما اشتريت وانا حشتري كمان اذا الله راح. طيب هي التشاركيه ضمن المناطق والمجتمع الاهلي، عم نشوف مشاركه هيك بنوع من المحبه. أيوة. الكبير. أيوة. هدفنا انه ندعم هالليره كلياتنا، يعني انا واحد من الناس، اي تاجر اي محل لازم يساهم مثل حكايتنا. نحن اشترينا بليره محل الكهرباء لمبه، خلونا نروح نشوف المحلات الثانيه شو بنقدر نشتري بليره. نحن مكملين بجولتنا ضمن المحال المشاركة بحملة لدعم الليرة السورية. خلونا نشوف مع بعض هيدا المحل كمان شو فينا نشتري بليرة. يعطيك العافية. كيفك؟ حضرتك مشارك بحملة لدعم الليرة السورية، شو اللي مشارك فيه؟ يعني شو اللي فينا نشتري نحن هلأ بليرة؟ أنا معي ليرة ومعي ليرتين. هلا في عنا وصلة USB بليرة، وفي راسية شاحن بليرة، ولزقة ضد الكسر بليرة. هلا نحن قلنا هي حق ليرة، وهي حق ليرة، هي سابقا كان حق 1000، وهي كان حق 1000. راسية شاحن قد ايه كان حق؟ 1500. كمان هي بليرة، هي 3 ليرات. خلينا نحكي الهدف الأساسي من هي الحملة أو مشاركتكم بهي الحملة. دعم لليرتنا، يعني إذا نحن بهذا الوقت وهي الظروف ما وقفنا كلياتنا مع بعض لنوقف ضد هالاحتلال كلياته اللي عم يجي ضدنا. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لايمت مستمرين بالمشاركه؟ والله طول ما في امكانيه رح نضل مستمرين. يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا كمان رح نروح لبعض المحال ونتابع جولتنا بعدد من المناطق.
ختام جولتنا لليوم بمحل الألبان والأجبان، مشارك ضمن حملة دعم الليرة السورية، عنده كمان أي غرض بليرة أو أي كيلو بليرة، معنا ليرتين، خلونا نشوف مشاهدينا شو فينا نشتري فيهم. يعطيك العافية، حضرتك مشارك ضمن الحملة لدعم الليرة السورية. أنا معي ليرتين، شو فيني أشتري من عندك؟ لا، كيلو لبان وكيلو حليب. أي كيلو بليرة؟ إيه، هاي اللبان وهي الحليب. الأهالي متجمعين وناطرينك تفتح من الصبح، حضرتك مشارك بالحملة، قالوا لي الأهالي بلشت مبارح. الهدف الأساسي من المشاركة بالحملة؟ هدف دعم الليرة. إيه، العرض على الألبان والأجبان كلها ولا بس اللبن والحليب؟ هلا بس الحليب. أي كيلو بليرة؟ هاي ليرتين نحن اشترينا هدول. يعطيك العافية، في زباين كتير برا، رح نتركك تسترزق. يعطيك العافية، شكرا، يعطيك العافية.